نواصل في هذا الاستعراض الذي يقيس اتجاهات الرأي العام في الداخل الإسرائيلي، وفيه وضعت صحيفة إسرائيل هيوم 4 سيناريوهات لصفقة تبادل الأسرى المحتملة والتهدئة مع حماس، وقالت إن أحدها يهدد بسقوط حكومة بنيامين نتنياهو. الصحيفة أشارت إلى حالة غليان بالمؤسسة السياسية الإسرائيلية انتظارا لرد حماس، وذكرت أن جناح اليمين المتطرف بالحكومة يهدد بإسقاطها حال كانت الصفقة ستوقف عمليات رفح. ورسمت الصحيفة 4 سيناريوهات. السيناريو الأول يتمثل في رفض حماس للصفقة، ما يؤدي لاجتياح رفح، وهو سيناريو لن يؤدي بالضرورة إلى إسقاط الحكومة. السيناريو الثاني وهو موافقة حماس بشرط عدم اجتياح رفح، الأمر الذي سيدفع وزير المالية رئيس كتلة الصهيونية الدينية بتسلائيل سموتريش للاستقالة، إلى جانب وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، ما سيؤدي إلى سقوط الحكومة بحسب الصحيفة. أما السيناريو الثالث فهو موافقة الطرفين على الصفقة والبدء في تنفيذها، ورجحت الصحيفة أن يعارض بالطبع سموتريش وبن غفير فقط من دون الاستقالة، لكن ذلك سيفكك الحكومة على المدى الطويل. أما السيناريو الرابع فهو موافقة حماس ورفض نتنياهو، وفي هذه الحالة ستصبح الحكومة مهددة لكنها لن تسقط، إذ إن جانس وإيزنكوت سيقدمان استقالتهما، وسينجم عن ذلك ضربة لشرعية الحكومة أمام الشارع الإسرائيلي، ما سيؤدي إلى سقوط الحكومة. من القدس ينضم إلي المحلل السياسي سيد إيلي نيسان. مرحبا بك سيد إيلي، أظنك قد تابعتنا. هل هذه السيناريوهات دقيقة أم هنالك سيناريو خامس يمكن أن يكون يعني؟ وهل الآن بالفعل نتنياهو في معركة صراع وجودي ناهيك عن معركة الحرب التي يخوضها؟ فعلا نتنياهو في وضع مأزق لا شك، وهو في مفترق طرق بعد أن سردت أنت سيدي من الاستوديو السيناريوهات أمام نتنياهو. العرض اللي قدمه نتنياهو أو إسرائيل قدمته طبعا بموافقة المجلس الحربي هو آخر العرض الذي يمكن أن تقدمه إسرائيل، بمعنى أن إذا يحيى سنوار عرض أو وافق على المقترحات الإسرائيلية التي وصفها بلينكين اليوم مقترحات سخية، إسرائيل لن تقدم عرض آخر. هذا آخر عرض الذي يمكن أن تقدمه إسرائيل لحركة حماس. خلافا لذلك لا شك، رغم أن هناك خلافات كما سمعنا اليوم، ماذا إن وافقت حماس وهي بدت إيجابية من دون كل المرات سيد إيلي حيال المقترح ماذا إن وافقت حماس؟ هنا المعضلة، تأثيرات ذلك على الحكومة وعلى نتنياهو شخصيا. إذا وافقت حركة حماس على هذا المقترح كما قلت أن نتنياهو سيكون بموقف حرج، لأن إذا وافقت حماس ووافق نتنياهو على هذا الموضوع وكما تفضلت في بداية كلامك، هناك تهديدات من قبل بن غفير وسموتريتش الآن الانسحاب من الحكومة، وهذا سيسقط الحكومة. ولكن عكس تحالف مجلس الدولة. أنا وقتي قصير وأود أن أمر على كل السيناريوهات معك. لا ولكن هناك إمكانية في حال انسحب بن غفير وسموتريتش من الحكومة أن لبيد يمنح شبكة أمان لنتنياهو لفترة معينة لحتى إتمام صفقة تبادل الرهائن ثم يسقط الحكومة. كما تفضلت، إذا حركة حماس رفضت هذه المقترحات لم يبقى مفر أمام الحكومة إلا هي تواصل أدام أهمها، والاتجاه أو الإصبع الاتهام توجه إلى سنوار الذي هو رفض هذه المقترحات، وهذا ما يميل ويرغب فيه نتنياهو سيد إيلي بصراحة.
في حال وافقت سيد إيلي، هذا هل ما يرغب فيه؟ ينتظر هذه الفرصة نتنياهو أن بالفعل أن ترفض حماس؟ إذا حركة حماس رفضت بمعنى أن الحكومة تستمر في أداء مهامها، وغانس وأيزنكوت يستمران في المجلس الحربي وفي الحكومة، والحكومة تواصل أداء مهامها رغم الخلافات الموجودة اليوم بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة حول إمكانية اجتياح القوات الإسرائيلية. واليوم قبل ساعة نشر بأن العديد من الجنود الذين كانوا مهيئين للاجتياح إلى رفح تم تصريحهم أو أعطي لهم الإجازة لفترة معينة. السؤال هو ماذا يدل هذا الإجراء؟ هل هذا الإجراء يدل على مخطط معين أو تأجيل إجراء الاجتياح؟ على كل حال إذا حركة حماس وافقت على هذا الموضوع ونتنياهو يرفض هذا الموضوع، طبعا كما تفضلت أن غانتس وأيزنكوت يستقلان من الحكومة وستسقط الحكومة، ولكن بالتوالي يعني ستكون لها فرصة لإدارة هذه المرحلة. لكن أسألك يعني قبل الختام، أصلا حكومة نتنياهو هذه تعرضت لضغوط كبيرة في الداخل، الشارع الإسرائيلي طالب بإسقاطها، ضغوطات أمريكية وغيرها، الحرج الأخلاقي، الآن مذكرات توقيف، ما الذي أبقاها صامدة برأيك سيد إيلي؟ أولا لم تكن أي فرصة أخرى. هو وعد بأن الانتخابات ستجرى في الموعد المعين المحدد، وهو عام 2026. بمعنى أن إذا نتنياهو يستقيل من الحكومة وهو يعرض لإمكانيتين. أولا عليه أن تشكل لجنة تحقيق لمعرفة ماذا حدث في 7 أكتوبر وقبل 7 أكتوبر من تورط نتنياهو وموافقته على إدخال الأموال إلى حركة حماس. ثانيا كما ذكر هنا أنه معرض أيضا للملفات الجنائية، ولذلك نتنياهو يفضل أن يكون على رأس الحكومة في أي ظرف من الظروف، رغم الخلافات في وجهة النظر بشكل شخصي بينه وبين بايدن بهذا الموضوع. نتنياهو يواجه كل الصعوبات، وربما في الآونة الأخيرة باتت معركته الشخصية والشخصانية أكبر حتى من معركته مع حماس. من القدس المحلل السياسي سيد إيلي نسان، أشكر لك كل هذه التفاصيل.